كما أضاف الرئيس السيسي أن أهل البيت التمسوا الأمانة في مصر مجددا شكره لطائفة البهرة. ربنا سبحانه وتعالى أكرم مصر بأن يكون يعني أهل بيت النبي عليه الصلاة والسلام عندما يعني يبحثون عن أمان وعن مكان يستقروا فيه في حماية وفي حفظ وفي استقبال يليق بهم، كانت وجهتهم مصر، ووجدوا في مصر فعلا الأمن والأمان اللي هم كانوا بينشدوه. وده من فضل ربنا علينا إن احنا النهاردة في مقام السيدة زينب حفيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فده من فضل ربنا علينا والحمد لله. مرة تانية أنا بشكرك وببقى سعيد قوي لما بستقبل جلالة السلطان والوفد المرافق ليه، وفي كل مصر في كل مرة تشرفونا هيسعدنا إن أنا ألتقي بيكم وأشكركم على اللي بتعملوه.